والله هي بالرجوع إلى الله يعني، وعقالهم زرع في الأولاد الرجوع إلى الله ومحبة عقالهم الناس ومحبتهم على الفطرة الإسلامية الصحيحة يعني. هو التوعية طبعا لازم يكون في توعية، وبعد التوعية لازم في إجراءات يعني، لازم يكون يتفرض عقوبات على في الموضوع ده للحد منها، فدي كلها إجراءات لازم تتعمل يعني. وأولها التوعية التوعية التوعية. والدور الأول هو رب الأسرة والأم أو الأسرة عامة، لو كل رب أسرة أو أم أسرة عرفت ولادها الصح والغلط أو اللبس، بيبدأ من أول من الاحترام أو على حسب البيئة اللي احنا فيها، تقاليد البيئة أو العرف المعروف مع دين الإسلام، اللي هو يمنع أي شيء من التحرش من الصبيان أو البنات. والله الظاهرة هذه يبغى لها بوليس سري يعني، يكون يتابع ويمسكون الشخص أول شيء بينهم وبينه، ومن هذا المرة نعطيك فرصة، وبعد كذا يعاقب الشخص لو ثاني مرة عادها ولا شيء. عندما ننظر للتحرش في البيت هو البذرة الأولى التي يقوم عليها تربية النشأ، فإذا كان البيت يعني عنده نوع من التوعية ونوع من التثقيف وبيان للابن أو البنت وما إلى ذلك، إن إذا خرجت الشارع لابد أن تكون بهذه الطريقة، أن تتعامل مع الناس بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، ضع في بالك أن الإنسان هذا الطفل أو هذا الشاب أنه سيكون إن شاء الله تعالى سيظهر بمظهر لائق وممتاز. لو في ثقافة جنسية ما كان بيصير هالقد تحرش جنسي. لو كمان بقول لك الأخلاق، إذا الواحد ما عنده أخلاق شو ما عملته عرفتي كيف بيضلوا هيك. مسؤولية أكثر شيء هنا ترجع على الدولة، يعني الدولة المفروض تلاحق هيك 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 مشكلة وتعالجها. فين التشريعات؟ فين القوانين في تلاجة؟ نسبة التحرش زادت في المواصلات العامة، وزادت في المترو، وزادت في الشارع المصري، في الوظائف الحكومية، في أي في حاجة فيها تجمع نسبة التحرش زادت فيه، وزادت بشكل مستفز. ليه؟ لأن ما بنفذش القانون.